خير للكل، ما في احلى من صباحكم والاحلى والاحلى كمان الاصوات اللي عم تطلع بالمطبخ مع الشيف فيصل. صباح الخير شيف. صباح النور. لا اليوم كثير شيء جاي محمص. اكشن اكشن. عرفتي في تحضيرات، في بدها وصفه، بدها زنود. رح نعمل عجينه الباف بيستري اليوم، فحسب هيك عم نتمرن قبل الصبح كرمال نحمل الشوبك. تمام. بلشوا يتمرنوا كمان بالبيوت. بجي اتمرن معك انا كمان متعت الان بعد شوي. ايه بساعدك على قد ما بساعدك على قد ما بتطعميني اذا هيك بقبل. بخبيهم خافيهم اليوم. بعرف دائما بخبيهم عني على كل حال. نرجع لك بعد شوي اكيد شيف. اوكي. ينعاد عليك وعليك وينعاد على الكل طبعا. ما شفته قبل انا للشيف فيصل يوم 5 كانون الثاني 2013 نهار الاحد. طبعا فقرات عديده ومميزه لكل افراد العائله. بدي اذكركم بالمسابقات يلي عم نقوم فيها بعالم الصباح. في عنا مسابقه الكيس اوف ذا يير يلي هي مش مسابقه بس نحن في عنا شخصيات مميزين قطعوا بالفقرات اللي عم نقدمها بعالم الصباح ان كان ب يعني بكل تقريبا الفقرات، ولكن هن مقسومين لاثنين. في عنا شخصية الشخصية الأكثر إلهاما والشخصية الأكثر تميزا. الشخصية الأكثر تميزا هن فقرات كلهم بلا على صحة السلامة. صحة السلامة عندها مثل مسابقة لحالها واللي هي الشخصية الأكثر إلهاما وتأثرتوا فيها. رح يكون في عدة شخصيات وعدة فيديوز ورح يكونوا موجودين على اليوتيوب، واللينك موجود كمان على صفحة عالم الصباح الخاصة فينا. بليز للأشخاص اللي أنتوا حابين تدعمون رح يطلع لهم سفرة لشخصين، تقدمة ترافل نخال ترافل ايجنسي لتركيا، وطبعا بيروحوا وبينبسطوا فيها. بليز صوتوا لهم، حطوا لايك على الفيديو اللي رح موجود هو على الفيسبوك وموجود على اليوتيوب. فاذا عنا على صحة السلامة رح يكون لهم مثل جيفت لحالهم، وكمان هن فئه. والشخصيه الاكثر تميزا بالفقرات الباقيين اللي عم يتنافسوا بين بعضهم كمان رح يكون لهم جيفت لوحدهم. خلصنا من هيدي الفقره، في عنا فقره ثانيه بدي اذكركم فيها واللي هي على الموضه كومبيتيشن لكل الاشخاص يلي حابين يتعلموا تصميم الازياء من عمر 16 ل 25 سنه وبحبوا كثير هذا المجال. ما صح لهم الفرصه انهم يتعلموها، عالم الصباح رح يقدم لهم هيدي الفرصه مع كرييتيف سبيس للاشخاص يلي عبالهم فيهم يراسلونا على almuda@future.com.lb. عالموضه اللي هن دبل اي almuda@future.com.lb. اما المعلومات المطلوبه فهن الاسم، لازم يكون الاسم الكامل، العمر بين 16 و 25 سنه مثل ما قلت لكم من قبل، التحصيل لازم نعرف شو عندهم شهادات، وبعض رسومات التصاميم الخاصه فيكم كمان للي بيرغبوا بدراسه. ليه بترغبوا بهيدي الدراسه؟ اللي بتحبوا يعني تصميم الازياء، وبليز رقم التليفون. فاذا ان ثلاث اشخاص رح يفوزوا بهيدي المهنه ورح يطلع لهم ثلاث سنين يدرسوا فيها تصميم الازياء بكرييتيف سبيس وهو برا، مش رح يدرسوها بلبنان. اما المسابقه الثالثه كمان وهي مع كارلا بخفيف نظيف. طبعا كنتوا بتعرفوا انه نحن طرحنا لكل الاشخاص اللي عندهم الوصفات الصحيه وبحبوا يشاركونا فيهم، بعثوا لنا وتنقى منهم اثنين. هلا صرنا اخر شيء يعني ذا بيست اللي هن اخر تو ريسيبيز R1 R2 موجودين عندنا كمان على الصفحه، صفحه الفيسبوك الخاصه فينا. بليز للاشخاص اللي يعني بحبوا انهم يدعموا الريسيبي 1 بتصوتوا لها، او اللي بحبوا كمان يدعموا الريسيبي 2 بتصوتوا لها. نهار الاثنين بيكون اخر نهار للتصويت، نهار الثلاثه رح تكون تنقت الفايزه من بين الشخصين او الفائز طبعا، ورح يكون في مثل تكريم او اذا بدكم جايزه للشخص يلي ربحت الريسيبي الخاصه فيه وكان هو الـ يعني الفايز فيها. هول هن بتصور خلصوا، حكيت كثير مش كثير، خلينا نشوف شو بتتضمن الحلقه لليوم. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، ارقام من جينيس مع جون بيع يوتيوب، حواجب طبيعية وأملة وطريقة المكياج الفضي مع جين وبخصوص الجمال، هبة بواحد 2 3، ضيفتنا من جمعية كون هادي بتعرفنا على آخر نشاطاتهم، ضيفة متعددة المواهب مع جون بجيل توب، ورشة ملح مع الشيف فيصل على الباف بيستري. فإذا أول فقرة بعالم الصباح، ما فينا نبعد وما فينا نطول عليكم كتير مع كارمن والأبرار.
صباحكم بالخير. اليوم الأحد 5 كانون الثاني يناير، اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت اليوم وبكرة. الأجواء صارت حلوة وألطف للأبراج المائية، مواليد برج الحوت السرطان وأيضا العقرب. كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج؟ خلونا نبدأ مع أول برج برج الحمل. بالنسبة لإلك اليوم مولود برج الحمل بيعتبره من أيام البطيئة جدا بالنسبة لإلك، اللي معقولة تخز لك ومعقولة يمكن حتى تشوه لك اسمك إذا ما انتبهت. هيدا نهار تتأخر فيه الأمور وبتطلع سلتك فاضي، فكون حذر جدا خاصة إذا كنت من مواليد 4-5 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار جيد بالنسبة لإلك، هيدا نهار بيرد لك المعنويات، هيدا نهار كتير حلو لحتى تفرح فيه مع رفقاتك مع زملائك ومع أحبائك، لحتى تغير جو وأيضا لحتى فعلا تدخل بجمعية أو مؤسسة أو تحس حالك أنك منتمي إلى فريق معين. نهار كتير حلو للاجتماعيات، وبعتبر المولود الأكثر حظا هو مولود 4-5-6-7 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. من الايام المتعبه لمولود برج الجوزاء هيدا نهار بتلاقي حالك انه ما عم تقدر تتحرك لانه مطلوب منك تخلص شيء ضمن مهله معينه، وهالشيء المطلوب منك مهم سواء كان اجتماعيا دراسيا او مهنيا، وحتى مساله عائليه معقوله تدخل على الخط، فاعمل حساباتك. وبعتبر المولود الاكثر تعبا حاليا 24-25 ايار مايو. بنكمل مع برج السرطان. انهار حلو لبرج السرطان بهالفترة المتعبة، هالثلاث أسابيع الأولى من كانون الثاني يناير متعبين، لكن اليوم في فسحة أمل، اليوم في مجال لحتى أنت تقدر تنجح، لحتى تقدر فعلا تسوي مسألة تلاقي لها حل وتوصل إلى فعلا إلى نتيجة إيجابية تقريبا على ذوقك. المهم أنت اليوم تقدر تكون راضي، وبعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا 7-14 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد بعد مشاكل اليومين اللي مرقوا، اليوم مولود برج الأسد أنت عندك دعوة لحتى ترجع تلملم الأمور، ترجع تقرب المسافة بينك وبين الآخر. هالفرق اللي صار بينك وبينهم، هالاختلاف، يمكن حان الوقت لحتى ترجع تعيد النظر فيه وتقدم شي تراجع أو يمكن بعض التنازلات. بدك تطول بالك وبدك تنتبه لمسائل استشفائية خاصة إذا كنت من مواليد شهر تموز يوليو. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء طباعك اليوم متقلبة، يمكن ما تسمح لك انك تفاوض بهدوء، لكن هيدا نهار جيد جدا للاجتماعات يلي فيها نتيجة. يعني اليوم اذا بدك تخلص من الاجتماع بنجاح من اي موعد كان، بدك تكون هادي ورايق، بدك تفتح عينيك منيح، بدك تكون ذكي، بدك تكون اليرت مصحصح لحتى النتيجة تكون على ذوقك. هيدا نهار في امضى، يعني بدك توقع على عقد أو على اتفاقية. المهم حاول ما تستفز حدا وما توقع ضحية الاستفزاز. وبعتبر الأكثر حظا 3-4 أيلول سبتمبر، الأقل حظا 26-27 آب أغسطس. بنكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان نهار متعب لإلك، يمكن يكون صحيا أو يمكن يكون مهنيا. اليوم مولود برج الميزان مش فاضي حتى لحاله، مش فاضي، الضغط كتير، متعب مرهق، ومش بس اليوم، هالأربع أيام اللي ورا بعض، الأحد الاثنين الثلاثة والأربعة من أتعب الأيام. لذلك بدك تاخذ الأمور على الهدى، بدك تنظم وقتك، تحط جدول أعمال، الأولويات هي الأولى والأبدأ. لذلك نظم وقتك ليمشي هالفترة كلها واليوم بسلام. الأكثر عرضة للمشاكل هو مولود 2-8 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بعتبر هيدا نهار حلو، بعتبر هيدا نهار في نتيجة، بعتبر هيدا نهار لإلك لصالحك. العلامة فيها تكون 9-9.5/10 من الأيام الحلوة اللي بتسمح لمولود برج العقرب إنه يبين وإنه نجمه يلمع ويتألق. إذا حاول مولود برج العقرب اليوم إنك تكون مع أحبائك، مع زملائك، بشغلك يكون لك خطوة مهمة، خطوة كبيرة، ما تخاف، قوي قلبك. وبيبقى المولود اللي معقول يكون عنده ظرف ايجابي او سلبي 27-28 اكتوبر تشرين الاول. بنكمل مع برج القوس. يا اما قاعد بالبيت مهموم
وعندك مصاريف، يا اما احد افراد العائله او المنزل بحد ذاته في شويه قصص وحكايات عم تطلب منك اهتمام، عم تنشغل، عم تحس حالك مربط مقيد، ما عم فيك تعمل اللي بدك اياه، بدك تطول بالك اليوم وبكره لحتى ما تدفع ثمن الخطا غالي. احتمال انه احد افراد العائله يطلب منك مساعده ماليه. الاكثر تعبا هو مولود شهر تشرين الثاني نوفمبر. ننتقل لبرج الجدي. مميز هيدا النهار بالقدره على التفاعل والتكيف مع محيطك، هيدا نهار بتلمع فيه بقدراتك الذهنيه، انت اليوم شخص فينا نقول مبدع، شخص قوي، شخص ذكي، عندك سرعه تصرف وسرعه بديهه بتساعدك بالامتحانات الدراسيه، بتساعدك ايضا باي لقاء واي ميتنج اجتماعي او مهني، وبعتبر المولود الاكثر حظا نسبيا هو مولود 14 ل 18 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو ضروري كتير كتير تهتم لمصرياتك، لوضعك المالي، ضروري تعمل جردي على حساباتك، احتمال اليوم انه حدا يحتال عليك او حدا يجرب يحتال عليك، فتح عينيك كتير منيح، اليوم نهار غير مناسب لحتى تفرجي قديش انت شخص كريم، اليوم نهار حلو تعمل حسابات تضبضب وفعلا تكون مش انه بخيل، حلو تكون شوي متقشف أو يمكن حتى اليوم مقتصد. وبعتبر المولود الأكثر تعبا 9/10 و11 شباط فبراير. بننتقل لبرج الحوت. بالنسبة لك مولود برج الحوت هذا نهار جيد لحتى فعلا تقرر، لحتى تكون الأمور واضحة عندك، أنت اليوم حابب تحسم مسألة، حابب أنك تشوف الأمور من خلال تجربة جديدة، أنت اليوم جريء، مبسوط وفي عندك تفاؤل وحماسي، وبعتبر المولود الأكثر حظا 10 و11 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة جيدة، هيدي سنة مهمة، هيدي سنة فيها معاملات، فيها صفقات، فيها حتى عمليات تجارية مالية حتى يمكن استشفائية، لكن كله للأفضل. كانون الثاني يناير، أيار مايو، أيلول سبتمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا كارمن. طبعا مثل كل يوم نحن بنطرح سؤال على صفحتنا بالفيسبوك ومتشارك معكم الأجوبة. سؤالي لليوم هو شو أغرب شيء بتشوفوه بلبنان أو شو أغرب شيء بلبنان؟ أنا أغرب شيء بلاقيه لبنان بحد ذاته. خلينا نقرا شوي من الأجوبة اللي بعثوا لنا إياها. محمود بيقول أغرب شيء بلبنان شعبه صامت بالرغم من كل شيء عم بيصير. مظبوط. في عنا كمان فادي لا بلا ما نقول فادي سؤال. نسرين مخيبر بتقول السياسيين، وانا كمان بقول كثير معك حق وميرسي انك اشتقتي لي. وفي كريستال كمان ملحم بتقول انه اغرب شيء كمان شعبه. على كل حال رح نرجع نشوف اجوبتكم والكومنتس اللي عم تبعتوا لنا اياها. بتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بينضم لنا جان بيا يوتيوب.